kita tingkat talil, madalah sama-sama kita ajarkan sebaik-baik penyakit. Kita sudah tahu bahwasanya semoga Allah memberikan kodilah dan apa hal yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita ajarkan kepada Al-Makumah Jokhi Yuryani, Menteri Haji Menkera, dan kepada seluruh kontrol kompilnya teman-teman yang menang Tulluhu Ajamain Syekhul Lillahi Lahu Walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik Bapak Ibu, mari kita sambil mengajar biar Allah SWT semoga kiranya apa yang kita kirimkan ke Allah ini mungkin berkaitan beliau dengan kiraan khusus dan alat lambar ya. Dengan kiriman doa arwah kita ini, mudah-mudahan segala pertanyaan daripada Jujung Karmangkir semoga bisa tentu daripada doa-doa yang kita kirimkan ini. Mudah-mudahan Allah ampun segala kesalahan ini, dapatkan Allah SWT tepat sebaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari aminkan dengan khusyuk. Allah tidak jauh dari hambanya, tidak tidak tersentuh jauh dari perantara, tapi Allah dekat daripada orang nadi. Oleh karena itu, bayangkan, rasakan kita diri oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Agar jangan sia-sia kita ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفعال وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع السيئات وتنصرنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله يا رب يا ربي يا ربنا وأن تهدينا ما في سألتك يهدي سرح ياسين وبحق اسم الله وبحق قلب القرآن وبحرمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. اللهم يا من نوره في سره وسره في قلبه إخفينا من أعين النادرين وقلوب الحاسدين والبغين كما حبيت روح الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل مولد شهدنا قرأنا تحليلنا وتكبيرنا إلى أرواح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح من كانت
تحليلنا بسبابهم وكرعتنا يا الله من أزلهم أنت الذي أعلى وأعلم بإسمه يا مولانا يا ربنا يا رب العالمين وإلى رشدنا وكار وهو شيرنا حمار وهو شيرنا عثمان وهو شيرنا علي رضي الله عنه كل الصحابة رسول الله أجمعين ولصحابتي وقربتي وللتابعين بخير إلى يوم الدين وإلى رزقنا ومرسلناك منك من أنبيه أبدك للجيلان سلطان والأولياء رضي الله وإلى رزقنا ومرسلناك منك من المرؤوف سيدنا الشيخ الشبلي المجدد يد القائد اللهم يا الله يا رب يا ربي يا ربنا سلم وبالخصوص إلا يا الله المرحوم يرياني بانتهاج تندر يا الله اللهم يا الله بالخصوص يا الله إلى أرواح المرحوم يرياني بانتهاج تندر يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأياء منهم والأرواح برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو كريم وغفران يا كريم اللهم إنا نسألك ورضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ومن النور الحمد ومن النور يا المطمئنا يا رسول الله يا آدم إسرائيل ميكائيل إسرافيل يا ذو الجلال والإكرام وإمام المؤمنين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك السلامة سلامة سلامة يا الله في الدنيا والآخرة عافية من الجسد وزيادة في العلم وبركة في اليقين وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمل علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والأطعين للشبع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تغفلنا فلا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغرائب الطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يدا مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم ربنا وتقبل دعاء يا الله إنك أنت السميع العليم وادخلني يا الله
إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ما ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا يا الله عذاب الآخرة وقنا يا الله عذاب القبور. كل من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الرسول وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الصافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم يا الله إياك نعبد وإياك نستعين هيا بدأ يا الله كم اسمه هم مؤمن يا الله يا بدر من تطلب كبدر يا الله. اللهم يا الله يا رب بدر يا الله. آمين يا الله آمين يا الله يا الله يا الله ما يقولون الله ما لم يا الله من لم يا الله. اللهم يا الله يا دون جميع كيمونتنا يا الله سجل أبدا كي ملكا ملكا مريا يعني تمام يا الله تريم أنك سمحكن يا الله كبدر اليوم يا الله. Mungkin pada makhluk ya Allah hidup di banyak kesalahan kehilapan ya Allah. Dengan bintara berantaran doa kami malam ini ya Allah, tolong ampuni dia ya Allah. Ya Allah, selamatkan ya Allah, jauhkan daripada siksa kubur ya Allah. Jadikan ya Allah golongan orang-orang yang soleh bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, kabulkan ya Allah doa kami ini. Perkenankan ya Allah doa kami ini. Hijabalah ya Allah doa kami ini. Saat kita mengucapkan kalimahmu yang sangat mulia ya Allah, kalimah saksi, kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين. الذين أرضوا في أسمانك اللهم رجياتهم في السلام وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. تغفر الله منكم منا ومنكم تغفر يا رب.